مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نبني بلدنا. سعيدين جدا ان تكون معي قائده من قيادات حزب الحركه الشعبيه لتحرير السودان، واول امراه تشغل منصب رئيس مجلس التشريع القومي الانتقالي في حكومه الوحده الوطنيه المنشطه. اهلا ومرحبا بك سعاده. في بدايه دلنا نعرف نونو كومبا اقرا وين ومراحل شغل لحد ما وصل رئيسة مجلس التشريع. شكرا أساس بي سي. أنا اسمي كمان نكون، وأنا من الغرب إسرائيل، لكن الرنجي بتاعي الأول صار سودانيس. أنا درجت في تمبرا في موفون فايام، ومن هناك أنا مات إنترميديت سكول برضو في موقع، ومن هناك يا كنت جيت في جوبا هنا وقريت في جوبا دي، انتهيت في 86. من هناك مشينا خارطوم، زمن حرب كان بيدا شديد في جوبا، رحنا في خارطوم، كان بروز في جام جام جوبا، لكن أنا كنت مرت ومشيت في أسفل. من هناك مشيت قريت جامعة في ناميبيا وقريت administration ومانجمنت. بس أنا كان أول ماسترز في بدأت ماسترز في 2018، لكن طبعا أنا لسه ما انتهيت من ماسترز، لأن شغل بداية كتير، لكن أنا شغال فوق وإن شاء الله سنة دانا بالتامل. أنا كان نعمل ماسترز في سيكوريتي. طيب أنت أول مرة بمسك منصب ده أنه أنت بكون رئيسة مجلس التشريع، شعورتك شنو؟ شغل بتاع مجلس معروف. طبعا شغل بتاعنا هنا لنا مسؤولين عن قوانين، عشان نعمل قوانين بتاع بلد، وبرضه نعمل اوفرسايت في الاكزكتيف، نشوف هل قوانين اللي قاعدين نعمل هنا دي قاعدين هم الناس شغالين ما هو الناس ما شغالين، ووزارات اللي شغالين ده شغل بتاعهم كيف، شغل بتاعهم ماشي كويس ما كيف، هم قاعدين نعمل سيرفيس للناس هم قاعدين نعمل. سو اتس اوفرسايت. اما حاجه هسه اما شغل هسه بتاع البرلمان اللي هو اوفرسايت بتاع اجريمنت، لانه اجريمنت ده لازم ينفذ وبرلمان يبقى دور كبير عشان ياكد انه الاجريمنت ده ينفذوه عشان يجيبوا صلاه في البلد بتاعنا. طيب اول قانون تاخده بعد ما تبقى رئيسة مجلس شنو؟ من جينا طبعا جينا برلمان ده كونه في شهر 8 سنة الفات، وبعدنا نكون لجان بتاع برلمان، وبرضه شغل ده شاب زمن لأنه في أحزاب ما جابوا أسماء بتاع ممبرز بتاعهم، تاول ما جابوا ناس أسبيلين بدأ بيهاجم وأيو، لكن باقي أحزاب أكثر، وكمان في أحزاب كان ما جابوا أسماء بتاع الإخوان 35%. برضه ديل أنا كنت أرجع النومينيشن بتاعهم ده لهم عشان هم لازم يجيبوا نسوان، فده برضه كان إن شاء الله عشان يشيلوا زمن، لكن هسه الحمد لله انتهينا وقدرنا نلقى 35% بتاعنا في لجان في رؤساء لجان وبرضه نواب بتاع لجان. So بعدين بأمنمنت بتاع الكونستيتيوشن، عملنا هسه أمنمنت بتاع الكونستيتيوشن انتهى في الليلة، كان عندنا أمنمنت بتاع اسم بتاع جيش من اس بي ال لاس اس بي ال، ده كان معمول في ديستور بعدين عملنا. وبرضو لينا هسا شغالين في قوانين بتاع أمنمنت بتاع سيكيورتي سيكتر اكت لوز، يا هسا لينا شغالين فوق. طيب انت كأول مرة رئيسة لمجلس التشريع،
التحديات اللي واجهتها شنو في تعامل مع انه لانه معظم عادات البرلمان كله رجال، تحديات اللي واجهتها شنو في تعامل مع من؟ طبعا في تحديات كتير. اول حاجه عشان يكون سبيكر دي حاجه جاب من اجريمنت ذاته، انه لازم بيجيبوها اجريمنت اول. الدستور ذاته بيقول شنو؟ الدستور بيقول لازم نسوان عليه يشترك في شغل بتاع كل مع رجال سوا. وبرضه في بوليسي بتاع اس بي ال برضه اننا سيرتيفاي بيرسون. طيب ده معناته انه اللي قدام ممكن مره بيكون رئيس لدوله؟ ولا ده ما نسبه تانية ده ما بوقف بس بانه كلهم نكون اعضاء في برلمان، ما ممكن هم بقدر يوصل لحد اللي قدام ممكن لا ما القانون بيقول مره نسوان انه محط عشان يكون في اي منصب لكن هذا طبعا انا الرئيس بتاعنا، وعشان تكون رئيس لازم ايزي بتاعك يختارك. هسه اننا الرئيس بتاعنا اللي هو راجل، لو في مستقبل البارتي بتاعنا ذا بيقول هم دارين مرة ده بوليس بتاع بارتي وده بوليس بتاع هنا ده يعني it depends on the party. So the women they have a right to participate in any position. طيب برلمان قومي بواجه تحديات كثير لانه معظم عاداته تعينتم وانتموا بقرارات رئيس الجمهوريه، رايتك شنو في كلامه؟ لا اول حاجه انا برجع في سؤال بتاعك الاول تقول تحديات بتاعتي. طبعا في رجال تاني ما عنده مشكله بالكلام بتاع النسوان في بوزيشنز زي ده، بس في رجال تاني برضه ما يعني هم ما دارين عندهم مرة بيكون بوست فهم عندهم اتيتيود يعني بعد مرة في ناس ما دار احترام نسوان ما دار احترام مرة في محل منصب كبير، لكن عشان دي قوانين بدانا بيقول لازم نسوان بيشارك اي فهم ما عنده تشويس يعني اي they have to accept انه the speaker is a woman and لازم هون بيشتغل معه. عندنا تحديات عنين برضو يعني بلا بتاعنا طبعا اقتصاد بتوع تعبان. فهنا في البرلمان في عندنا challenges بتاع budget عشان زول يشتغل كويس، يا هو حسب البرلمان لسه في renovation ما قادرين نتيم شغل ده عشان budget ما في وبرضه welfare بتاع members برضه عندنا مشكلة فهو عشان هم ما بيسجلوا في الزمن. فبعد مرات يعني هذا بفكر انه ده سبيكر يا اما ده نفذ لهم نفذ كلام ده ما قاعدين وراهم ولكن يا بس ده شويه حاجات، لكن في ناس اغلبيه بتاع الناس ما فهم كلام ده انه ده ما مش بتاع سبيكر ده جنرال بروبلم يعني بتاع بلد. اذروايز نحن ماشيين كويسين وان شاء الله بس كان في باجت فيه. اوكي. تاني انا بكلم من تحديات الكبيرة يعني مثلا قواجه ناس تبرمان انه في ناس تاني نجيبوه يا هو بتعيين تا قرار رئاسة الجمهورية. بما يعني من دمناز يا هو تجار. انت رايتك شنو في كلام؟ لا ما طبعا ده اجريمنت يا هو جابوا ناس ده. لانه النورمال سيتويشن طبعا هذا لازم ينتقبوه. ايوه. لكن عشان ده اجريمنت يقول لك عليه يجيبوا ناس من اعزاب ثاني عشان كده يجيبوا ناس بابوينتمنت. وطبعا عندنا اعداء كان هناك زمان من 2005 دي هسه الناس اللي عنده خبره في الشغل بتاع البرلمان. في ناس جداد قبل كده ذات ما اشتغل في الحكومه ما اشتغل في البرلمان دي اللي طبعا دار لهم كاباسيتي بيلدينج عشان جابوا نحن ده شغل بتاع ده ريسبونسبيلتي بتاع عشان نعمل لهم تريننج اورينتيشن عشان هم يعرفوا بروسيجرز بتاع بارلمنت يعني. وهذا بعدين بتريننج في جزء
رسلناه في كينيا. أغلبية بتوع من ناس الجداد وفي نسوان بذا في 15 كان رسول في كينيا 15 كان رسول في رواندا عشان يمشي في إكسبوجر عشان يشوف برلمانيات معها دانا شغالين كيف ونسوان ذا شغالين كيف هنا لكن في جوبا هنا ما لجينا تريني أورينتيشن لنسوان ورويال فيعني ويستايم يعني بعرف شغل بتاع طبعا حنقول شغل ده سياسة ده حاجة كتير في دوم تزول يعني في ناس بيكون بدأ من زمان تامدرسة وكده ومن سياسيين أصلا حالة طيب زي بيجيبوا لتكون لسه جديد جاهزة حال ومن بقدر وصلوا في نفس المستوى لتكون وصلوا فوقه ولمن بقدر يشتغل شغل الفعلا ومن كأداتة برلمان مفروض ومن بيشتغل باي طبعا مون يعني ويستايم ومن بالي ومن بالي شويه شويه اذا انت قلت في ناس طبعا من صغار بدا شغل بدا سياسه حتى في مدارس زي لينا من في ابتدائيه انا كان ممبر بتاع ديبيت كلاب يعني انا باسبيل في ديبيت ده حاجه كويس يعني بالي مزول كيف انت بتكلم ذاتي كده الناس كيف انت تكون مسؤول انت تكون مسؤول كيف انت بوجهك قدام الناس تتكلم رايك بتاعك في سبيسيفيك سبجكت وبرضه في جباده هنا نحن كان اكتف في اورجنايزيشنز ستودنت اسوشيشنز ستودنت كلابس يو نو دي يعني من زمان ده يعني انت بعلم ليدرشيب فعلا في ناس بس يبقى كده يا بعد بدا قال انت ماشي ممبر بتاع البرلمان ما بكون لازم يعني ما بكون سهل لنزل ولكن هو بالي شوي شوي لكن ما بوصل في مستوى تزول القوم من البدايه ذاك فمهم زول ده يكون كده لازم تبدا من بدري يعني تعلم حاجات عشان تكون يعني تمام. طيب ناس الدمو بيجوا عادات برلمان من احزاب ثاني مختلف طبعا اي زول بيجي من حزبته هناك في حزب ممكن بكون عنده لوائح تمن قوانين تمن اهداف تمن يلا بيجي يجي كله في محل واحد يعني بيجي بيكون في اختلاف بين ناس حزب دمون عنده اجنده تمن شنو وناس حزب ده اجنده تمن زياده بقدر اخلطهم مع بعض كيف عشان اجنده تمن كله ده بكون واحد تم فعلا دي مشكلة لأنه كل إذا بجاب هدف بتاعه أيوة ها بإنترنت بتاع فاتي بتاعه لكن في البرلمان هنا أنا قاعد أقول لهم نحن طبعا كل زول عنده أجندة بتاعه عنده أوبجيكتيف بتاعه بتاع فاتي لكن حاسة في البرلمان هنا لازم نكون واحد جروب لأن الشغل بتاعنا واحد هدف واحد إنه نحن دارين سلام في بلده وقوانين القادين نعمل ده نحن ما قادين نعمل قوانين بتاع باتيس نحن قادين نعمل قوانين بتاع بلده وقوانين البلد يساعد الناس بتاعنا كل لأنه إذا كان SPLM ولا إتا IO إتا سوا بنفس الناس قادين نعمل لهم سيرفيس فإذا ما ممكن تكون هنا وإذا دار تعمل قانون بأبجيكتي بتاع باتي بتاع برا نحن دارين قوانين بالبسالة بلد بتاعنا بيجيب السلام وبيجيب تنمية لبلد وللناس بتاعنا طيب انت اهلت مبسوط من دولة النسوان في برلمان القومي؟ يس طبعا اول حاجة زي انا قلت جبال على جاي ما يقولوا لازم نسوان بيشارك اسبيلم طبعا حاول يجيبوا سيرتيفاي كاسان بتاع وبرضه ايوه بحاول كمان يجيبوا سيرتيفاي كاسان بتاع عندنا هنا عندنا كوكاس بتاع نسوان كوكاس ده بيجيبوا نسوان بتاع احزاب كله في محل واحد عشان كيف نسوان القاعدين في البرلمان هنا عشان كيف هم بقدر ونسوا في حاجات القاها فيك نسوان كله كان من اسم نسوان بتاع اسبيلم بتاع كل بارتي لازم إيش دور بتاع نسوان هنا ده يوونس مشاكل على واجه نسوان بتاع جنوب السودان. أوكي. فنسوان ده شغالين كويس. وكوكاس بتاعنا برضو شغال كويس.
نحن قاعدين ونس مع بعض يعني ما في فرق ما في يعني نسوان هنا لما قاعدين نشوف نفسهم ده اس بي ال ام ده حزب كده قاعدين نشوف نفسهم نسوان بتاع جنوب السودان قالين له مشكله بتوع مشكله بتاع نسوان بتاع جنوب السودان طيب يعني في شويه مشاكل برجي حصل يعني كلام المواطنين هل انه يعني اعضاء بتاع مجلس او الناس اللي يضيفون في برلمان لازم كلهم يكون من حركه شعبيه من الاول ولا لهم الولاد دخلوا في النص يعني مثلا في مناصب كده مثلا بكين قال يا نونو كومبا عشان هو اصلا من بدري كان في 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 اسبلم عشان كده يجيبوه بقى رئيس بتاع مجلس هل الكلام ده صح ولا ما صح ولا يجيبوه اصلا على حسب قوه وكفاءتك لا ما اجريمنت ده سبيسيفيك بوزيشن بتاع سبيكر ده الاجريمنت بيقول ده بمشي ل اس بي ال ام ل ل ل ل اي اي تي جول يعني اس بي اس بي ال ام ياو ماجوريتي في اي تي جول عشان كده ياو اس بي ال ام ياو اكتار ها زول بتاع ها ومارا عشان كده ياو جابوني ما في زول بقدر يقول او جابو جيما عشان هيك انا بقدر لا The SPLM candidate. Why go job hago? So ما في complaint في الكلام ده. Okay. طيب في فترة اللي تشتغل فوقه. إنت بغيم شغل كيف؟ كان شغل تاكي ولا شغل تأعضاء الميتة؟ تغييم تاكي يعني انت قاعد شغل ده قولها كويس ولا ما قولها كويس مين ميتا يعني انت رئيسة برلمان يعني انت قاعد اعدادهم هل ممكن يشتغل ممكن يقدموا حاجة اللي طلبوا منهم ممكن يشتغل بطريقه كويس وانت ذاته في نفسك انت مقتنع بان انت تشتغل بالطريقه المفروض انت بيشتغل فيه؟ هنا قاعدين نحاول دائما زي ما انت جبال في تحديات كثير كويس؟ انا هنا قاعدين نحاول انا في المكتب ده انا قاعد نحاول عشان نعمل شغل على جوانا فعلا ماشي كويس لكن بمشاكل شويه ماشي برضه اداء بتاع البرلمان قاعدين نعمل شغل بتاعنا اوكي؟ يعني مين جينا حاجات المهمين هسا ياو لوس لوس البواجة agreement yeah. okay amendment بدا 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 constitution amendment بدا acts especially security acts وحاجات تانية وفي policies وحاجات بدا constitution making process هسا بيل ده بارو جابو وعملوته بالين بدا by after you know that by the eat نحن بي على صور بتاع بيلز كله. ممبرز طبعا بعد مرات مواطنين بيقولوا والله ناس بتاعنا في برلمان ده ما قاعدين عنا بونس وبعدين كان ودي لهم حب قولوا زي لهم وبعد اسكت لان كان ودي لهم نقول وبعد ما قام نقول وقف مع مواطنين كمان. لا 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 ما في حاجه زي ده ناس قاعدين يوقفوا مع مواطنين. طبعا في حاجه لازم الناس بتاعنا يعرف. نحن في برلمان شغل بتاعنا ما شغل بتاع وزارات وزارات ياو اكزكتيف هم ياو بيشتغل مثلا كان مواطنين ما يدوا مويه دي وزاره بتاع مويه ياو بامو سيرفيس بتاع مويه ما دام الناس بتاع برلمان ما عندنا بادجت بتاع برلمان ما ناس ادام ما عنده بادجت كاس الهم بادجت يمشي يعملوا 10 مياه في محل في محل كويس التين ميادو وسيرفيسز ياو شغل بتاع اكزكتيف مثلا كلام بتاع رودز ان وزاره بتاع رود ده شغل بتاع بتاع واتر ده شغل بتاع وزاره بتاع واتر بتاع كهرباء ده بتاع ده شغل بتاع وزاره برلمان ناس برلمان ما عنده دايركت رول في سيرفيس شغل بتاعنا بس نحن بمشي نشوف هنا في كونستيتوس بتاعنا نشوف مشاكل بتاع نحن بيجي بامو ريبورت نعم ريبورت بتاعنا نحن بنادي وزير بتاع الوزارة ده نقوله في مهلاك كده 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 ما فوق رود ما فوق ماي أصلا بادجت بتاع الوزارة ده يا هو بمشي بعمل حاجات ونحن شغل بتاعنا أوفر سايت نحن بعمل مونتري لناس وزارات عشان يشوفوا انه هم قاموا الحاجات اللي وليهم حاجات بادجت على مرحنا هم بنفس بادجت ده ما بنفس بروجرامز بتاعهم بوليسي بتاعهم هم قاعدين نفس ولا ما قاعدين نفس ده شغل بتاعنا فبرمرات مواطنين بالاكبر
دور بدا برلمان شنو بدا اكزيكتيف. فلازم كلام ده كلام يعني لازم كلام نعرف الكلام فيه حساس يعني ده كلام الحاصل برنا كلام مرتبات ده يعني حاسس بك ان قال ناس برلمان ومن بكل كلام مرتبات جيبوا مرتباتهم وودي لهم وبدا اسكت كان ما ودي لهم وبدا يقولوا نفسه تم سوا مع مواطنين من بونس كلام مرتبات حاسس يعني في مشكله مواطنين انه مرتبات القوه دي لهم ما جت ممون في اول لما مرتبات برلمان اخر برلمان كان واقف مع مواطنين ممكن اي فعلا مرتبات ما جيتهم وجي قصير ما بيعالجوا ما بيدخل يعني مدرسه شو لكن لما يدي لهم 40,000 تم داك ده ما بدا اسكت ثاني مون ما تامين سنه كم داك لكن ده كان غروش بتاع رباط عشان مرتبته تمن وانت ولا بعد اسكت ده ما مرتب ده كان رباط ده كان غروش ودي عشان مو يصير رباط ده زادو ميتين ده قبل لا دي امال ما تنجي كل جامين ودي لو من غروش لسه مشكله تمن ما حلو اي شوف كلام بتاع مرتب ده ده كل زول ده كل زول حتى ناس ام بي عنده نفس المشكله كلام ذا مرتبات ما يدفع كل شهر برضه نفس حاجة يعني مرتب كان تلا جيت تلا للناس كل لا ناس ام بي لا ام بي سي هنا ما في قروش ام بي سي جيت تلا بجري من تموالين مرتب ده تمام ما جيتيم لانه وزمن كان عمله مرتب ده وكل بتاعنا كان كويس اقتصاد كان تمام ده قبل الحرب وكده حرب بدا حاجات كل كرم حاجات بارجة الكل يكون بيجا بتاع بترول يا مات كان يقفلو وتاني سعر بتاع بترول جا ننزل من 110 لحد 20 25 ناس برلمان ذاته ما رتب دم زي بتاع زمان كان ما غير يا قريب ده يا مولو اجد ريفيو في مرتب بتاع برلمان ولسه ذاته ما بدا ناس برلمان لسه قاعد ماهية زمان اوكي يمكن بيجي برا بمهيا بتشار سبا ما بي في باجت الجديد لان باجت ده باجت بتاع 2021 2022 يا بنت شهر جاد شهر خمسة شهر خمسة لا شهر ستة يمكن في هنا باجت الجديد أو أجل مرتب ده بيجي ننزل فوقه وبعده نحن ناس برلمان بعده قاعدين ونص في كلام بتاع مرتب بتاع مواطنين يوم ال ونسو كلام بتاع مرتب بتاع ام بي سي ناس ام بي سي كلام وزير بتاع هنا بتاع فاينانس ووزير بتاع بابليك سيرفيس يا ماتا في نيو سالري ستراكشر ناس كابينت كان ناكش فيه ومن اكتر سالري ستراكشر واحد من الاربع كان اربع سيناريو على ملوك من اكتر واحد لكن عشان ينفذوا يا مشكلة لأنه ما في كفرج يعني ما في قروش على البنك سالري ستراكشر الجديد لكن قلنا لهم سالري ستراكشر الجديد ده خليه يجيبوا في برلمان عشان احنا بقدر اعمل باس فوق فهذا هنا متنظرين ناس بابليك سيرفيس خليه يجيبوا سالري ستراكشر الجديد بتاع بابليك سيرفيس كله فيه ناس جيش ناس بوليس ناس والا كله يعني all the organized forces ما يا أمم أنا عند public service تام ومو تاني الناس تاني كله فهاد اللي كان يجيبوا في برلمان نحن بيستغل فوق أزا في ناس قاعدين يقولوا أو برلمان ما داير ما قفكر كلام مواطن كلام ده ما صح كلام ده ما صح بس عشان هم ما قاعدين في برلمان هم ما قاعدين يقولوا هم قاعدين أسمع كلامات ال MPs بتوعهم قاعدين يتكلم نحن قفكر كلام ده مواطن بتاعنا شديد عشان كده أقولنا مرتب المواطن اللي أكون حسن ما بقدر أقول يا حاجة وناس بتاعنا نحن بشكر ناس بتاعنا شديد يعني الآن عندهم وطنية في ملوك بتاعهم عشان كده يا أمون قاعدين أصير القروس البسيطة حتى ما بيجي كل شهر أمون لسا عنده صبر أمون غازبور أمون غازبور أمون بيقول ده بلد بتاعنا نينا معامل شنو نينا أمون قاعدين سلي بلد بتاعنا كده تكون عنده سلام لو في سلام وحاجات ماشي كويس إيه ساد بتاعنا
مثال كويس مثال وكل زول بيكون كويس وكيت من زمان بتاع سي بي هي لعادي زمان بتاع اندبندنت ناس كان كويسين مرتب كان جوا دي الناس هنجي سعر لكن هاي الجي كرب الجسار بتاعنا ياو شكله شكله وسعر بتاع بترول جي ننزل ياو جاب مشكلة ده كله بزاد شكلة برضو عملوا قصارات كتير لبلا بتاعنا عشان كده أنا بقول للناس بتاعنا جنوبين شكلة ما كويس كان في مشكلة بين الناس قالوا ناس عقول كده فاهم فاهم برضو عشان شكله ما يجي لا شكله كان جا دخلوا حاجات كتير زي حصل بلا بتاعنا كرب من شكله بدلنا برا لقدامنا برجع لورا كل مرة هذا حاجات في ناس أمور شو حاجات من 2005 لهذا حس حاجات كل كرب زمان شغل عربو بيو غروزات اتصال كرب غروزات زول كان عندي غروز في بنك كل انت فده حاجة لازم كنا علي من فوق شكله ما بودينا جدا يعني ما في حاجة الناس ما بقدر ونص فوقه وأفهم بعده يعني كل زمان حاجة بسيط زول ده تواليد تلادة تلا ده ما بيجي لأنه نحن دارين سالة بلد عشان كلكم بلد كويس لمستقبل ليال بتانا ويالياننا طيب حرب هل انت مبسوط من نسبة مشاركة النسوان في السلطة؟ انت شايف انه النسبة دي كفاية ولا كان يزيدون؟ طبعا انا ما بقول ما كويس انا بقول شكرا للرئيس بتاعنا لانه هو حاول عشان يجيب نسوان فوق زمان كان ما زاد اوكي يعني في كابينت انا شايفين فوق نسوان ان برضه واحد فايس بريزيدنت كان من 5 نواب بيننا واحد ايوه مدام ربيتا يعني دي ما بيع دي كويس وطبعا يا ماتا نسوان كان ما مبسوطين عشان ما ينو أجري مرة في أجري في ستيت as a governor طبعا دي باتي عمل ديشيجن من SPLM طبعا ما جابوا مرة لكن as IO جابوا مرة في ويسترن برنزا SPLM ما جابوا رئيس قال ما في مشكلة أنا بعاود نسوان بحاجة تانية يا أوقاف جابوا سبيكر يا وي سبيك قوي كمان اوكي طيب انا بقول لكم سبيك يا جاب سبيك طبعا هنا في البرلمان انا كنت انا يا ابو سبيك وانا مرة لازم سيرتيفا بس انا كلمنا في زي انا كلمت لكل زيدو تاني شيء كلكم 50 ما ده اذا بوليسي لو ان طريقه ان بيزيدوا ذاته اكثر بولا لا فوق لكن هسه هنا ان نواب اكثر من 50% لكن السبيشاليز كوميتي تشير بيرسونز ياو وصل 75% فاني هنا مقصودين نينا ماشين كويس وفي المستقبل ان شاء الله نحن بيكون ان فوق نوصلوا more numbers او لكن في ستيتس برضو إننا نسوان هنا إننا سبيكرز في ستيت إننا مينيسترز وفي كوميشنرز في غرب استوايا إننا اثنين كوميشنرز نسوان وإننا سبيكر ووزارة طبعا زمان كان قاعدين يعملوا هنا ده government بتاع ستيت أنا كان سكرتير جنرال بتاع SPLM وانا ميد شور ذات اي حاكم اللي بيجيب الاسم بتاعه لازم في 75% في كابينت وبعد 75% في بارلمان فهسا ستيت ماشين تمام يعني 75% ده في ستيت ماشي 100% لكن طبعا في ناشونال ياو في كومبيتيشن كتير بين نسوان ماريا طيب دور البرلمان شنو في الفتره الجايه دي في عمليات السلام؟ طبعا اول حاجه لازم نحن كبرلمان لأن دور كبير في علامة السلام لازم برضو أداء لازم يمشي في كونستيتيوشنز بدون عشان يمشي ونص لناس في علامة السلام ديز ديسيمينيشن يعني الناس يمشي يقول علامة السلام ده ما داو خلينا سامسونج كويس خلينا فيزو كويس وبرضو هنا قوانين في قوانين كاس المهمين للأجريمنت فلازم اللورز ده لازم يستقل فوقه يعني
اشتغل فوقه عشان يعمله. برضو إلنا دور برضو في دبلوماسي أمين بارلمنتر دبلوماسي. نمشي نونس لناس ناس 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 ريجون إنترناشنالي إنه نحن دارين سبورت من بارتنرز بتاعنا دارين سبورت من إنترناشنال كوميونيتي عشان نفس السلام ده. طبعا the peace program ده دار له جروش. سلام ده ماذا CPA يا ماتا وبيت ما داو CPA ناس كله جا دوم ناس جا قاموا لينتما كل زول قال أنا بودي ده أنا بودي هم بودي وده كان عنده جروش كويس حكومة كده جروش و international committee بعد كده جروش لكن في agreement تقريبا تلاقي agreement ده يعني ده حكومة يا هو برا أكبر مسؤولية بتاع budget بتاعنا ده لكن عشان سلام ده نفيسو كويس دارلو فاينانس سفر فياو دائما انا بقول الانترناشونال كوميونيتي اوكي طبعا المساعده بتوع مخصصه في ماتيريال ريليف وادويه وهذا لكن لازم كمان كمان كنت هيدا بجت بتاع البلد نفيس حاجات بتاع سكيورتي حاجات ثانيه وبرضه ديفلوبمنت ما أنا حكومة برا أكون بعيدة لكن بيشيل زمان. إذن عزيزي المشاهد فاصل قصير ونرجع لكم تاني. مشاهدة في كل مكان رجعنا لكم تاني وبذكر أي زول انضم لنا ضيفنا اليوم قائدة من قيادات حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس التشريع القومي الانتقالي في حكومة الوحدة الوطنية المنشطة. أهلا ومرحبا بك سعادة. دايرين نعرف دير قسم زمتك كيف بين انت في حكومة تزول قيادية وتزول قوي وبين انت أم في بيت وانت مرة في بيت. لا صعب شوية لكن لازم انت كان في ليدرشيب از ا وومن لازم انت بتقسم زمان بتاعك لكن زمان بتاعي كتير في شغل بتاع فوق لكن دايما في مسا بعد شغل انا برجع في بيت عشان اكون في بيت بعد تاني ما في بيت مرة أيوة في بيت تندو في واجبات لازم تبقي في ضيوف جيجا من أسرة في نسبات في نسبات لازم طبعا نسبات كان جو ما قاعد أنت قالتا ننو كومبا رئيسة المجلس قاعد أنت بس مرة تولي تمن وازيد انتو مكترام وانا قبل ترامني بعد مرة كان جو مون يا دار استقال لكن بعد مرة بقول لهم انا مرة في بيت انا يعني في مرات بكين قال انه مثلا راجل ده وبكير من مرته عشان مرة يعني او بانو مرة دي مش في محل فوق منه يلا او ما بيكون مبسوط كده ده شديد يعني مرات بيكون في في مشاكل في بيت زي انه يا اي ما نكون بيناكو ويا رئيس مجلس ويا حاجة لكن جوابتي لازم هو بس ما كلام ده هل واجهت المشكلة زي ده؟ كله معقد اوكي انا بشكر ربنا راجل بتاع زول كويس زول فاهم وزول اللي قبل وقف معي يعني بدون سبورت بدو انا زاد كان ما بكون في محل انا فوق ده هو يجي في ماي شديد زمان انا ماشيت مدرسه ده زمان انا ماشينا غابا قعدنا هناك وكان عندي يال زاد لكن بعد هو قال لي هسا وقت مرقنا من غابا وقعدوا في ناميبيا عشان يكون ريبريزنتيف بتاع ممثل بتاع اسبيل ده زمان قمنا ماشيين هو قال هسا انا هو كان بيشتغل كمان بعد عمله بارت تايم جو في يونيفرستي يا هو قال هسا لازم ترجع جامعه
الآن يا مادة تسيبه في الجامعة من الجامعة هسا هاي الجامعة هو وقف ما بعد مرات ويا باين ورايا حتى في قابة هنا تزاد كان قابة سعدين بانجولي مويا وكاسل وطبعا شغل بتاع قابة هنا طبعا كلامتك كده لازم كده يكون دي رسالة للرجال لازم ناس بيساعدوا بعدون لازم كل واجب مع نسوان بتاعه كويس يعني في جانب بتاعه بتاع اللي ده كله لو كان ما راجل تاكو وقف ميتا راجل بتاع ما وقف ميتا انا كان ما بمشي اي محل ايبن هسه ذاته لانه الشغل بتاع سبيكا ده وشغل تانين ذاته جيش الزمن بتاع كتير بعد مرات انا بسافر وشوشي ويا باين ورايا ما عنده اي مشكلة ويا وقف ميتا فأنا قبل نسل الرجال ورا برا هنا كلمة وقف ميتا نسوان بتاع يعني ما عنده أي feeling في قلبه إنه أو ماله ماله بيحسن من أنا لا وما عنده حاجة زي ده وقاعد بوجه ما يشي دي وقاعد بشجع يعني ده بس تكون الاثنين كل تكون في سياسة هل يعني ده بيسيبي تكون ممكن تكون بيحاولوا أسروا إيال تكون إنه كده في نفس السكة تكون فوق ده ويتكون بالقوة دي لهم الحرية من احتمال لأنه إيال مرات ما دائما هم بيحبوا روح في نفس السكة الأم ترابو أبو ترابو يعني هل تكون بيسيبوا من بحرية تمون إنه إيال زوك اللي يختار ولا لازم كمان كلهم نكون سياسيين لقدام لأن ما قاعد أسروا من فيها هاي ومن فريق إن أربعة جانا الأول ده دكتورة أوكي ماشي بتريه بتو ويا براو قالنا داري كون دكتور نمرتين ده لويا براو قبل تاني ده زيك كده وين بدا ميديا communication expert برضو براو بعيد براو ولا بدا هذا قبل عمله international business فما بزول قالوا امشي في السياسة ولا عمل كده يعني ما في زول أقدر كلام ده جن أسر فوق قال لا لازم ده جت على زب ممكن هم بين لكن شوز لكن هسا ده they are doing their professional work okay يعني زمان زاد أنا like وكده أنا كنت هنا في جوبا أنا كان قاعد في ما أنكل بتاع أنكل بتاع كان وزير أبو بكسر وكان وزير تول هنا تول في شغل سياسة أنا بس كان قاعد وما قال خش في سياسة أنا بس قاعد بس أنا قاعد وأنا بمشي مدرسة أنا بقى مع حاجات بتاعي هنا برا بطريقة مع أسوشيشن مع جروبس بتاعنا برا يا لو وقت اس بي ال بدا طبعا في 83 من بدا حاجات شغل بتاعنا ليبريشن ستراجل هنا كان قاعد ناس في راديو أهداف بتاعه شنو فيجن بتاعه شنو يا وتوالي بدانا نكون انترستد فوق وراجل بتاعنا كمان كان انترستد بعد مره بقول والله شوف انا كان في تاريخ انا بروح للاسبان انا كنت ممكن حذر لكن وكمان هو دخل فوق لا فرق كمان انا كمان كنت ماشي ورا في غابة هنا فطبعا ده تويز بتاع جانا حتى ما بقدر اسوي جانا في حاجة وما داير وده حاجة انا داير parents كلا عارف انه let them guide the children لكن ما يقولوا اعمل كده اعمل كده لانه بيكون جانا لما يدوني وما يدوني في حاجة انت بيكلم له وده فرصة له يختار حاجة توبارا عشان كان انت عاصر روزات بمش مدرسنا ما بيكون في ما بيكون اندونيا بايا بتانا ده افري بعدين كان من بيجا ناس كبار ومن داري أبدا في سياسة بيكوش okay. كلمتك الأخير شنو للمواطنين؟ يا كلمة بتوم كلمة بتاعي للمواطنين أول حاجة أنا داري نقول كل الناس ما فكر في حاجات بتاع شعبها كل الناس فكر في صلاة وأنا أعرف عملنا ميستيكس كجنوبين نحن يا بعد شاكل نحن يا بعد شاكل ونحن ولا ده كرب لا كرب برا نحن يا كرب برا فده حاجة كنا سالم فوق إنه شغلة ده ما عنده فايدة ما عنده فايدة وشغلة برا جنة ورا شديد فناس كلهم كنت في بالهم سلام يا أما حاجة يعني في حاجة كان الناس بين المنصفون
والمعلمين بتاعنا كانوا ما فاكر قالوا برلمان ما فاكرهم نحن ذاك الفيرمان نحن عارف الزندري بدون فنحن قاعدين نحاول كلمة نوجف معنا كلمة نوجف مع حكومة بدون كلمة كمان من مالوز هوب لأنه خلاص بلد كرب انتا انتا بلد ما انتا بي سابول بتا بي شغل بتا كل زول يعني شغل تبيز ده ما شغل بتا زول واحد زول واحد شغل بتا كل لازم كل زول يونس كلام تبيز بس هل ده نوجي شغل أقوله يا أخي كده جاني فوالتا ناس لمنا فيشل بيها تريد بودينا جدا يا أنتم شايفين نيباس جاران بتانا ده أمور زي يوغاندا هسا مش يوغاندا في بيس كينيا في بيس يا بلا بدون ماشي جدا سودان كان ماشي كويس يا كمان كمان كارب وغيرا فشاكل ما بودينا جدا كلنا سكون اندو صبر وناس استغل ناس يهيبوا بعد وخلي ناس يستغل يعني بلا بتانا ده نحن عندنا كل حاجة فوق يا هسا ما تربطا كنا ناس كوروجو شالك عندك محل سكر جامع كده رب زارة حاجة فوق هذا بامية كروفو أي حاجة ناس علينا لاند كلهم كوروجو بلا ده ما دار ما هنا ده أكل يجيبون من برا هنا بلد زارة حاجات بتانا وتلا أكل بتانا من هنا فده رسالة بتانا للجنوبين ما ترى يا بعد كده ناس كوروجو والنسوان كمان نعرف أمان شاك أمان دي حاول شديد نسوان دي حاول شديد يعني حتى باقتصاد بتانا البطالة أصلا بيوت بتانا دي جوجف عشان نسوان يا قاملو شاي قاملو لجماد قاملو شنو فكرونا نستمر زيدي وكمان نحن بوجف مامون بغير أنا قاينو بعد مرارنا سيتي كانسل نسوان اللي حاول بيو حاجات سكار في التنفسية قرشي ترجمون بلا قبل غرمون ما بقرش كتير غرمون ما بقرش كتير أنا تلك ناس ما قالي أنا ما أعرف عندها حاجة قال نسوان القام وشاهد يجي شلو من مون بعد مرات 100,000 قوصلو ولا كم ده ما تيجي قوصلو لأنا 100,000 زول قاموا الشاي بسيد ده أو كان عنده 100,000 ده كانوا بيجينا عموا شاي كانوا بقاموا الشاي فأنا سيتي كانسل ده كلاينو زورو بدا نسوان القاموا الحاجات وتاكسى الجيش اللي هو كان يكون شوية كان يكون بسيط لأنه شاهد يا جوا دي جانا في مدرسة مستشفى في مدرسة يا جوا بيجوا ماشي في نزوان كتار رجال دمون مات في شكل تانين مات من ناتشورال أجل داس وحاجة دمون قامل ده يا جوا سعده فاهم فيا ورسالة لناس سيتي كانسر ذاته وفي زمان نبغى أقول مو أنا بنادم عشان أقول مو فلما أنا زرفت تاني شواني أول حاجة كان تردمون من محل ده كده وجيلهم من محل تاني كده وجيلهم من محل تاني وكده ما تردم بقوة كده ونسلهم شوفوا لهم من محل تاني ومن برا جني أي أول حاجة بتردم ده حاجة تردم لا مدة يا جي سعد بلد يا جي سعد يالت بلد أو كمان كده وجيلهم من شوان بتاع في هذا إن نسوان بيجيني بيقول والله عندي يال كده كده أبو ما في أبو ما في أبو وين أبو فات في تاني رجال قاعدين ما مات لكن ما دارينا أي المسؤولية تايا ما كويس لازم أي راجل كلاين ورا يالته يال بتو يعني ما كويس زول برو ولده بيسيبه مرة عشان هذا ما يال ده ما بيجي لازم راجل كده يكون مسؤول لأنه ربنا نزل ما بيكون موصول مع راجل البول ديار بس بيجدهمون بيجدهمون تاني براي اللي قوم مرة تاني كان بول دي مينيموم بيجدهمون ما كويس فادير رسالة تالا رجال ما مسؤولي ما كل راجل يا ما مسؤول في تاريخ مسؤولي كان ورايال بجمع أنا ما مسؤولين ده أنا ما مبسوط ما نين أنا سؤال مبسوط مع رجال زيادة أوكي وكمان زيج برنامج بتاعهم ده بتاعكم ده قبل بلدنا عشان نبي البلد ده مدرسة مهمة عشان نبي البلد ده رجال ما نسوان لازم يشتغل سوا عشان نسوان كمان أغلبية بتوع معذرة فأنا دار وكلم لفاميليز كلمون سيبو أين ورا مياك إلى أغلبية بنات كلمون في مدرسة عشان تنمية
عشان بلدي عبينه وتنمي يجي في بلدي لازم بنات لازم يمشي مدرسة رجال كمان وأولاد كمان يمشي مدرسة so ما قال بنات برا لكن طبعا في كالتشرز بتاعنا أولادي يلعبوا ودي مدرسة لكن مهم بنات كلي ودي أنا متأكد في هسا في ناس عارفين بنيا كناجا بزات بان ورا أهل أبوتو أبوتو بان ورا أبوس فكان الناس ما فكر بس في بلام تجار بنيا ولدو بس لجوزو لولادة بنيا 13 سنة وجوزو ولدو إذا كربو هنا المستقبل بتاع بتاع بنيا مستقبل بتاع بلدي لأنه كلام تجار ده ما حاجة ساكت ده بتاع 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 development رجال برا ما بقدر أبن بلدي إلا كان نسوان مع رجال أمسوا كدين سوا ياو بلد ما مشي كدين أمون بان يوم تاني كان نسوان أقر بيقى سوا مع رجال في حكومة وفي مهاجات في بيزنس بلد توالي بمشي فوق ومشي تمام شكرا لك هرب الجمال نكومبا. إذن عزيزي المشاهد شكرا لحسن متابعتكم. لمتابعة الحلقة كامل زوروا صفحتي على الفيسبوك باسم رانيا الصادق بالعربي وبالإنجليزي أو على اليوتيوب. إذن خلونا مع بعض نساعد رئيس الجمهورية في بناء بلدنا، وبقول لكم لمرة تانية شكرا للتيم العامل، وإلى اللقاء في برنامج وفي حلقة جديدة من برنامج نبني بلدنا. مع السلامة.